نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واحد في ذاته فلا اله الا الله عقيده المؤمن كل مسلم امره لله يقول لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله وهو واحد في صفاته فصفات المولى تبارك وتعالى صفات كمال لله فهو القادر ولا قادر سواه وهو المريد ولا مريد الا وهو صاحب كل شيء في الارض وفي السماء خلقا وامرا وهو على كل شيء قدير وهو واحد في افعاله فاذا اراد شيئا فانما يكون الشيء كل فيكون. تذكر جميل تذكر جميلي من خلقتك نطفه ولا تنس تصويري ولطفي في الحشر. حينما كان الانسان في بدايه امره كان نطفه وكانت النطفه في قرار مكين في ظهر الارض. من الذي اودعها في هذا المكان؟ ثم انتقل في لحظة شهوة إلى قرار مكين آخر في رحم الأم ثم صار إلى علقة وصار إلى مضغة وصار إلى عظام وكسي العظم باللحم وصار الإنسان إنسانا مصورا في أحسن تصوير. فمن الذي فعل هذا بهذا النظام البديع؟ تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشاشة فسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء وأفعل ما أشاء. فاللهم واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله لا معقب لحكمه أرسل المرسلين إكراما لعباده لأن الله خلقنا ثم جعل لنا كل نعمة يحتاج إليها الإنسان ومن أكرم النعم أنه جعل لنا طريقا مستقيما وعلى كل طريق في أمة رسول من عند الله يبين ويرشد وكان خاتم النبيين والمرسلين آخر الأنبياء وختاما للأنبياء والمرسلين وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الشهادة بالنسبة لنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مع اعتبار أننا لا نفرق بين أحد من رسل. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه واحشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم آمين. وبعد فإن الله تبارك وتعالى
من صيف إلى شتاء إلى ربيع إلى خريف، تمر الأيام بنظام الشمس في النهار ليكون العدد في النهار بهذه الشمس، والقمر في الليل، والقمر قدرناه منازل قدرناه. فليس القمر يفعل هذا من عند نفسه لا بطبيعته ولا لمؤثر عليه سوى الله تبارك وتعالى. والقمر قدرناه منازل يكون في اول الشهر على فلقه خفيفه، ثم يزداد نوره شيئا فشيئا. والقمر قدرناه منازل حتى على العرجون القديم، اي على هيئه الخيط كانه شيء من عزق النخل كالعرجون القديم الباب. ثم يعود مرة ثانية في الشهر التالي إلى ما كان عليه الشهر السابق، وهكذا تدور الأيام وتدور الليالي حتى يعلم الجميع أن صاحب الزمان والمكان واحد وهو الله تبارك وتعالى. هذه صورة رسمها المولى عز وجل لعباده حتى يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول. لذلك ختم ربنا تبارك وتعالى السنة القمرية بحج بيته الحرام، وبعد ذلك يعود الناس إلى بلادهم مهاجرين. ولذلك كان من توفيق الله لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أرخ العام بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع ولم تكن في المحرم ولا في صفر، لكن وجد ان شهر صفر مع شهر المحرم كانت مقدمات الهجره باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الشهرين. لذلك جعل سيدنا عمر رضي الله عنه بدايه الهجره من مقدمات الهجره، وتأتي الهجرة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع، لأنه من التقدير الإلهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع، ووصل إلى المدينة المنورة في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع، وانتهت حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهجر الدنيا إلى الآخرة في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع. قل لي يا ربي من الذي قدر هذا التقدير؟ الله، لا إله سواه. لذلك كانت الهجرة محط انتقال، ينتقل العبد المسلم من حال إلى حال. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا هجرة بعد الفتح، لأنه طالما فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا ورفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأصبحت الدنيا كلها تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الدين، إذا انتهت الهجرة. لكن بقيت هجرة إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولا جهاد وليا. جهاد، جهاد الأعداء، نعم، وجهاد الأعداء باق. المسلمون لهم أعداءهم على الدوام، إذا انتهوا من الحرب أعدوا ما استطاعوا لحرب أخرى. لماذا؟
مكتوبا على أمة الإسلام من الله تبارك وتعالى، وهو باق إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض من عليها وكل ذلك. لذلك حينما ننظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شهاد ونية نرى أن نسمع فيها الذي على الجبهة في جهاد العدو والذي في داخل بلاد المسلمين يعيش بين المسلمين يطعم ويتحرك ويعمل عليه جهاد أيضا، عليه أن يجاهد نفسه وأن يجاهد الذين من حوله في إعلاء كلمة ربه، وعليه أن يجاهد نفسه مع الدنيا، وعليه أن يجاهد نفسه مع الذين من حوله ليستقيموا على شرعة الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهاد النفس أشد من جهاد العدو. قال صلى الله عليه وسلم: أعلى عدو نفسك الذي بين جنبيك. أعلى عدو أشد الأعداء، أشد الأعداء على الإنسان هي النفس التي يعيش بها الإنسان. لماذا؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي لغفور رحيم. لذلك يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه، أن يجاهدها في البعد عن المعاصي، والمعاصي والفتن خصوصا في هذه الأيام منشورة، فتن في البيت، فتن في العمل، فتن في الشوارع، فتن في أي موضع من مواقع الحياة، حتى يرى المولى تبارك وتعالى عبده وهو بين الناس في الفتن ماذا يصنع؟ أيتجه بعيدا عن مولاه في شهوات يريدها لنفسه، أم يكون متصلا في مولاه عز وجل يرضى لربه؟ أترضي نفسك أم ترضي ربك؟ إن الله تبارك وتعالى جعل هذه الفتن امتحانا واختبارا لقوة الإيمان في النفس المؤمن. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ورأى أن رضوان مولاه خير له من كل شيء في هذه الحياة أطاع مولاه عز وجل طاعة لا كلام فيها مع الله عز وجل، لا مناقشة ولا جدال، وإنما هي طاعة للمولى الذي رفع السماوات والأرض. لذلك على الإنسان أن يجاهد. سألت أحد شيوخنا مرة، قلت له: يا شيخنا هذه الأيام فيها فتن، ونحن نقرأ أن الذين كانوا من قبلنا كانوا عابدين وكانوا مهاجرين وكانوا ساجدين راكعين، ماذا نصنع؟ قال: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى وجاءت وصيته في هذا الزمان. ثم انطلق الشيخ يقول: قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. إذا أردت أن تكون عالما في قمة العبودية لله رب العالمين فعليك باتقاء المحارم. إذا البعد عن المحارم عبادة لله رب العالمين. لما رأيت الناس في فتنهم، فتنة النساء وفتنة المال وفتنة الشهوات وفتنة الأهواء، ثم أبعدت نفسك عن هذه الفتن وأطعت مولاك عز وجل بكل ما في نفسك وقلبك وبجوارحك، فأنت الآن في عبادة، بل أنت أعبد الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. رأيت الناس
قد مات إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس والذهب. رأيت الناس قد ذهب إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس والذهب. رأيت الناس مفضا إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس مفضا. هذه فتن، فتن المال. أما فتنة النساء فحدث ولا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. هكذا حدثنا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحاول أن يعلم الناس أن تكون المرأة في ستر، وأن تكون في خير، وأن تكون مستورة، وأن تكون في كلامها خائفة من مولاها، فلا تجهر بصوتها ولا ترتفع بكلامها، وإنما عليها أن تكون ساكنة، وأن تكون مستورة، وأن تكون في كلامها خفيضة الصوت، وألا يسمعها سامع في الشارع أو في البيت. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة: يا فاطمة، قالت: لبيك يا أبتاه. قال: يا فاطمة، ما الذي يصلح المرأة؟ مع أنه الرسول المعصوم ومعه الوحي، إلا أنه يأخذ القول من صحيح القول من المرأة. فقالت: يا أبتاه، الذي يصلح المرأة ألا ترى الرجل ولا يراه الرجل. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح صلى الله عليه وسلم وقال: ذرية بعضها لبعض، بنت من هذه؟ بنت رسول الله. فلابد أن تقولها ألا ترى الرجل ولا يراه الرجل، يعني ألا ترى الرجل الأجنبي، لكن ترى أخاها، ترى أباها، ترى خالها، عماها، يعني من يحرم عليها هو منها وهي منها، أما الأجنبي لا. لذلك كان صلى الله عليه وسلم في اعتكافه، فجاءت السيدة صفية زوجته بنت حيان ابن أخطب، فلما جاءت ووقفت في الشارع خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمها في شأنها وهي مسرورة. فجاء رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيا رسول الله صلوات الله عليه ومعه امرأة لا يعرفان هي، فانتحيا، اتجه وجهة أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، انتظرا. فوقفا، فلما انتهت أمنا صفية من كلامها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت. فقال صلى الله عليه وسلم: إلي. فجاء لرسول الله قال: إنها صفية بنت حيي ابن أخطب زوجتي صلوات الله وسلامه عليه. فقال لرسول الله: وهل نظن بك إلا خيرا؟ قال: لا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هكذا قال رسول الله: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. حينما يرى المرأة تتحرك نفسه ويأتيه الشيطان، وللشيطان نزغ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولذلك إذا صار الإنسان في الطريق ونزغه الشيطان فعليه أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
استغفر الله واتوب اليه. اذا قلت هذا ذهب عنك الشيطان ورحمك المولى تبارك وتعالى بالغفران. ونحن نحتاج الى هذا الدواء في هذا الزمان الذي قامت فيه الفتن، وخصوصا فتنه النساء. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت حينما ترى النبي صلى الله عليه وسلم معه امراه لا تظن ابدا ان هذه المراه بعيده عن رسول الله، اما ان تكون زوجه له واما ان تكون مستفسره تطلب شيئا من العلم، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين عرشا قال لا لا، ان الشيطان يدور على الانسان ويجري مع دمه ويجري الى قلبه، ولذلك على الانسان ان يستعيذ بالله من الشيطان وان يستغفر الله وان يتوب الى الله حتى يمسح ما كان في قلبه من نسخ الشيطان. لو فعل المرء هكذا لعاش صافي القلب ذاكرا لمولاه متصلا بالله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم النظره اي الى الاجنبي النظره سهم. انظر الى هذا الرسول سهم مسموم من سهام ابليس. هي سهم اي كالسهم الذي ياتي الى قلبك من سهام ابليس. من اتقاها مخافه الله او دعه الله ايمانا في قلبه يجد فيه حلاوته. لو انك اتقيت النظره الحرام رايت في قلبك حلاوه الايمان بالله رب العالمين. اذا سرت في الطريق ورايت امراه عليك بكسر النظر يمينا او شمالا، او كنت كرسول الله ارفع النظر من السماء او اجعله من الارض. ولذلك قال من صفات النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا ينظر ابدا الى احد، وانما كان ينظر اما الى السماء واما الى الارض. اذا عليك ايضا ان تتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في زمن طمت فيه الفتن وانتشرت فيه الوان الحرام يمينا وشمالا واماما وخلفا. من تاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن كان كواحد ممن هاجر الى رسول الله. وبهذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم المستمسك بدينه المعتصم بدينه في زمن الفتن كالمهاجر اليه، كالمهاجر الى رسول الله صلوات الله عليه. صحيح الامر فيه شده وفيه صعوبه، لكن كلما اقتربت من الله تبارك وتعالى هيئ الله لك الامن والامان بايمانك القوي بالله رب العالمين. كلما اقتربت من الله جعل الله في قلبك امنا وامانا بهذا الايمان، لان الايمان بالله رب العالمين يجعلك في معيه القوي القادر. ومن كان في معيه قوي فانه يامن على نفسه. لو ان انسانا له صله لصاحب سلطان بوزير أو بصاحب سلطان في أي مكان في أي عمل، فإنه دائما يأمن على نفسه، يقول أنا مع الرجل الكبير، أنا مع فلان الذي له كذا وكذا في العمل، والناس يلتفون من حوله ويقولون يا فلان لك صلة بفلان، فاجعل لنا عنده كذا وكذا، أنت صلتنا بفلان، فما بالك إذا كنت موصولا به.
إن الذي يستند إلى من ذاك ويعتمد على من رفع السماء وخفض الأرض وبيده ملكوت كل شيء يرى نفسه في أمن وأمان من كل شيء في هذه الحياة، لأنه يعيش مع الله الذي له مقاليد السماوات والأرض وهو الفعال الغيبين. مر أحد الصالحين وهو في طريقه في الجبل فرأى رجلا أسفل عينيه وله لسان يحركه، فنظر إليه فرآه يذكر الله، ولكن ما حاله؟ رجل خلق ملقا على الأرض وقد قطعت يداه ورجلاه، ليس له من أقدام يسير عليها ولا من يد يحركها يمينا أو شمالا، وزنافير الأرض وحشرات الأرض تشرب من دمه وتعيش في بدنه، والرجل أسفل عينيه بعيدا عن الكل وذكر الله تبارك وتعالى بقلبه على لسانه، فسمعه يقول: الحمد لله الذي عافاني مما كان به كثير من خلقه وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. فعجب الرجل: ما هذا يداه مقطعتان ورجلاه كذلك، اذا ليس له من يد ولا من قدم، اطرافه مقطعه. وبعد ذلك يقول: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. فهوى الي وقال: يا هذا، ايكون احد على بلاء اكثر مما انت فيه؟ ففتح عينيه وقال: اليك عيني، ابتعد. ثم قال: يا هذا، اليس لي من لسان يذكره؟ اليس لي من قلب يعرفه؟ ان قلبي ذاكر لله وان لساني يذكر الله على الدوام. حمدت الله ربي اذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف، فيذكره لساني كل وقت ويعرفه فؤادي من لطيفي. إذا الرجل لم ينظر إلى يديه وقد قطعت ولا إلى رجليه وقد ذهب الأرجل والأيدي، ولكن بقي له قلبه ذاكر لله، وبقي له لسانه، فلسانه يذكر الله على الدوام. ولذلك قال: إذا ذهبت الأعضاء وبقي القلب الذاكر واللسان الشاكر فأنا عبد في أعلى درجات السعادة مع الله تبارك وتعالى، وليس في السعادة في الأعمال أبدا، في حال من الأحوال ليس في السعادة في جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. السعيد من اتصل بسعي رب العالمين. وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله الأتقى مزيد. كلما زدت في اتصالك بالله كلما زادت سعادتك بالله رب العالمين. لذلك كانت الهجرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى هجرة الإنسان عن المعاصي، وهو صلى الله عليه وسلم قد فتح الباب، قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد، جهاد وليا، عليك بتصفية النفس، ثم عليك أن تضع في النفس نية العبودية لله رب العالمين، ونية الاتصال بأرحام الراحمين، ونية الأعمال الصالحة، ونية الأقوال الفالحة. لو أنك فعلت هذا لعشت سعيدا مكرما، لأنك تعيش في أرض الله وتحت سماء الله على فضل الله، ولكن أنت من الذاكرين لله رب العالمين.
المسلمين. نحن نعيش على الجهاد ونعيش على الانتصار لرب الأرض والسماوات، حياتنا بالله، ونسأل الله أن يختم لنا بالإيمان والإسلام. لذلك أرى أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تذكرنا بهجرتنا نحن. علينا أن نهاجر بعيدا عن الحرام إلى طاعة الله رب العالمين. الذين يذهبون إلى الخمارات ويذهبون إلى البارات، والذين يعيشون على السكر والعربلة، هؤلاء أناس أخذوا مساجد الشيطان في حياتهم، ومعهم شياطين الإنس في هذا السبيل، ومثواهم جهنم وبئس القرار. أما حياتهم في دنياهم فليست سعيدة، وإنما كلها مشاكل وكلها خصام. لماذا؟ لأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وغضب الله عليهم ولعنهم ولعنتهم الملائكة والناس أجمعون. لماذا؟ لأنهم أخذوا لأنفسهم حياتهم على ما يبحثون عنه من شهواتهم، فضيعوا أنفسهم في دنياهم ومثواهم النار وبئس القرار. أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والتليان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أو كما قال. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم آمين. وبعد، فإن الله عز وجل أعلم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الناس يبحثون عن الراحه وعن السعاده، والراحه ليست في دنياهم، الراحه في الجنه، والسعاده ليست في المطاعم والمشارب والمنافع، إنما السعادة هناك في الجنة برؤية المولى تبارك وتعالى، والمتاع الخالد فيها الذي أعده رب العالمين للذين آمنوا عنه الصالح. بحث كثير من الناس عن السعادة فلم يجدوها في هذه الدنيا، لأن الله لما خلقها كذب عليها: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصر فانصر اسعد. يعني يا محمد، أنت في دنياك في ابتلاء، في عمل أنت تعمل، وعليك كلما انتهيت من عمل بدأت في عمل آخر، وهذا هو الذي وقع فيه شبابنا في هذه الأيام. الشباب أغلبهم لا يريد العمل، إنما يريد وظيفة مريحة، وفي نهاية الشهر يأخذ رزقا واسعا. كيف يقع هذا؟ كيف يكون هذا؟ لا عمل ورزق واسع؟ أقول له: لا، خالف ربك عز وجل، قال سبحانه: فامشوا في مناكبها. إذن على الشاب أن يمشي في مناكب الأرض، وأن يعمل أي عمل حلال، حتى ولو كان في نظر الناس يقولون إنه عمل رديء
أحمد وأن أشبهه الذي يحتاج منك إلى جهد. فإذا عملت هذا العمل وأجهدت نفسك فيه وأتعبت نفسك فيه، كل ذلك يجعلك في مقام المحبة عند الله عز وجل. وإذا أحبك الله فأنت السعيد. طالب العلم لو أنه أخذ طلب العلم بجد وأسهر ليله وأعمل نهاره وتحرك بين جنبات العلم يجلس مع هذا ليتعلم منه، ثم إذا خلى إلى نفسه قرأ وأتعب نفسه في الفهم والمراجعات وراجع إخوانه وراجع شيوخه وأساتذته وجاء في نهاية العام، فإنه سيرى نفسه وعنده من العلم ما يجعله أجوبة للأسئلة التي وجهت إليه، وهي أجوبة في أعلى الدرجات، لأن الله تبارك وتعالى كريم على عبده الذي عمل وأجهد نفسه في العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لكن حينما يرى شبابنا يعيشون في أحلام اليقظة يظنون أنه بما له في الحياة من أشياء سيبتعدون عن العلم. أراهم في الجامعات وعلى أبواب الكليات يمسكون بالهواتف يتحدثون مع بعضهم، وربما تحدثوا مع البنات والنساء، وأسمعهم بأذني يتكلمون بكلام وعبارات لا تليق بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، عبارات سافلة متساقطة. من الذي عرفهم؟ إنه الشيطان الرجيم. ولو أنهم قرأوا قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر، هم يريدون الثواب. إذا أرادوا الثواب والثراء فعليهم طاعة الله رب العالمين. جاءوا إلى الجامعة يريدون ثواب الجامعة ويريدون ثراء الدنيا، أقول لهم ثواب الجامعة وثواب التعليم للتعلم. قال صلى الله عليه وسلم العلم للتعلم والحلم للتحلم. يعني إذا أردت أن تتعلم فعليك أن تجعل نفسك في ركاب أهل العلم. دع الهواتف ودع الكلام في غير العلم. كان أحد شيوخنا رضي الله عنه إذا دخل كلية اللغة العربية لا يتكلم إلا باللسان العربي الذي جاء به القرآن وتكلم به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان لا يقبل منا أبدا ونحن تلاميذه أن نتكلم بالكلام العامي. ويقول نحن الآن في حصن القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتكلم بالكلام الذي جاء به كتاب الله وتكلم به رسول الله صلوات الله عليه وسلم. كان لا يقبل أبدا لو أن طالبا تكلم بالعامية ذكره وربما أخرجه. وكان رجلا ضابطا يقوم على ضبط الطلاب، يقول إذا دخلت فلا يدخل أحد من بعدي. لماذا؟ لأن طالب العلم يدخل قبل أستاذه. أما هذا التهريج وهذا الذي يقول من فتح الأبواب وهذا داخل وهذا خارج، هذا يدل على انفراط العقل وعلى أن الطلاب ابتعدوا عن ربهم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن العلم كله. نسأل الله أن ينسانا أنفسهم، ولكن أسأل الله عودا إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الناس بالعلم فقال كن عالما أو متعلما أو محبا. كن عالما أي تعلم الناس، أو متعلما تلميذا، أو محبا أن تكون محبا لأهل العلم ولا تكن غير ذلك، يعني لا تكن جاهلا.
وإنما عليك أن تكون واحدا من هؤلاء، إما أن تكون جالسا في مجلس العلم، إما أن تعلم، وإما أن تتعلم، وإما أن تجلس لا للتعليم، وإنما لأنك تحب العلم وتحب أهل العلم. ومن أحب قوما حشر معه يوم القيامة. أيها المسلمون، إنني لأسأل الله تبارك وتعالى وهو أكرم مسؤول، وأرجوه سبحانه والرجاء فيه وهو أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اصلح عيوبنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الشحناء، اللهم طهر قلوبنا من الأحقاد، اللهم طهر قلوبنا بذكرك على الدوام، واجعلنا سالكين سبيلك الأقوم في كل وقت وحين. اللهم أهل لنا ولا تكن علينا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع المسلمين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وأعلي اللهم شأن هذا الدين، اللهم انصرنا على الأعداء، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجمعنا بالذين سبقونا إليك على الإيمان، اللهم اغفر لنا ولهم واجعلنا معهم في أعلى فراديس الجنان بلا سابقة عذاب ولا هوان يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.